لا لا انا مصري. مصري؟ يا نهار ابيض يا فندم، مش تقولي من الاول، ده انا عينيا ليك من الاول خالص. بقى نبتدي من الاول. كفايه عليك ابوك بيقلب ويديك، والمرحوم عبد الهادي يا فندم بابا، يعني ليه ما كانش بيغرق ويديلك؟ عشان كان راجل شريف مش زي. ممكن اتصور صوره جنبيها للذكرى قبل ما تغلق؟ كل ما بقابلك ببقى عايز. عايز فلوس سلام؟ فلوس ايه؟ على فكره جاكيت رؤوف لايقه عليك قوي. ابويا عايز يجيب لي عربيه داتسون بدل البي ام دبليو اللي كان وعدني بيها. قال ايه؟ عشان نجحت في ماده واحده. داتسون؟ ده كلام. ابوك مقرب معاك اول يومين دول، ايه الحكايه؟ انا بقى طلبت من ابويا حق ناشئ، اتفقت معاه ان كل ماده انجح فيها يديني 2000 جنيه بس. اظن معقول قوي. طبعا طبعا. انت وجودك اكبر دليل على ان احنا عايشين في مجتمع فاسد. حتى الخمسة جنيه اللي كانت امي بتشقى وبتتبهدل علشان تبعتهم لي بقوا شيء صعب. ده انا عايش عيشة كلاب. تخيل يا سنايا لما مستقبل بني ادم يروح علشان 5 جنيه. يا دوب ما بتغيرش صاحبها. واشمعنى غيرتك انت؟ قلت لك ما بتبصيش غير للمظاهر. ما كنتش عارف انك كمان فيلسوف. انت ما تعرفيش حاجه ابدا. ايه قلة الأدب دي؟ أنت إزاي تكلمني بالطريقة دي؟ أنت نسيت أنا مين؟ هتكوني مين يعني؟ أنت واحدة من بره من السواقة ومن جوه فاضية.